اهلا اهلا، تعالوا وياكم وصفة لذيذة جدا، ممكن تكون فطور وممكن تكون عشاء. قبل ما نبدأ بس راح نحط التوست يتحمص وبعدين نروح للخطوة اللي بعدها. قبل ما نبدأ بالساندوتش حقنا نشوف المقادير. عندي هنا صوص البيستو، ممكن تسوونه بالبيت وممكن تجيبونه من برا. عندي هنا اوراق السبانخ مغسلة ومنشفة، وعندي هنا حبة أفوكاتو تكون طرية، حطيت عليها عصير ليمونة واحدة أبو زهرة وخلطتها بحيث أنها تعطيني كذا كصوص. وعندي هنا بيض الأومليت بالطريقة المعتادة بشوية زيت بشوية زبدة براحتكم مع ملح وفلفل أبيض، وحمصنا التوست ويلا نبدأ. عندي هنا شريحتين توست، واحدة بتكون عليها بيكون عليها صوص البيستو بهالشكل، راح اكمل الدهن الصوص عليها بالكامل، والشريحة الثانية راح يكون عليها حبة الأفوكاتو المهروسة مع عصير ليمون أبو زهيرة، يعني حبة أبو زهيرة مع حبة الأفوكاتو اللينة. بعدها راح أضيف مثلثة من الأومليت، وبعدها أوراق السبانخ، وبعدين اخذ الشريحه هذه واحطها فوقها ونرجع ناخذ. راح ارجع اكرر فوق الأفوكاتو، راح ارجع اكرر طبقه من البيض والسبانخ الشكل، وبعدين طبقه اخيره من التوست المحمص. بس قبل ما اغطيها راح اضيف لها صوص البيستو بهالشكل. خلاص نقفلها التقطيع على حسب، ممكن تخلونها مثلثة ممكن مستطيلة وممكن تكون مربعة. بشوف ايش بسوي.